السلام عليكم، كيف حالك يا كشفي؟ وعليكم السلام يا عفيق، الحمد لله انا بخير، وكيف انت يا شهلزا؟ الحمد لله انا بخير، الى اين ذهبت في الأُطلى المادية يا عفيق؟ أدت إلى قريتي الجديد في كلانتا يا سلام، هل يمتلك جدك حقل الأروس؟ Naam. Um, jadi ladaihi uh, haqlu al-arus al-mazra'ati wasi'ah. Mumti'ah jiddan. Hal mausim al-hasad wa mausim al-fawakih al-an? Naam ya Shaliza. Al-an al-hasadah wa musim al-fawakih. Jadi ala asadah jayidah. طيب وكيف إجازتك الأطلة يا كشفي؟ أنا فقط تجولت في لبور أنا أيضا أدتي إلى قرية الجداد هناك شلل ونف نزيف بالقريب من منزل جدي. ما أجمل قريتك؟ يهبو المنازل جميلة والجو باردا. نعم Wa kaifa anti ya Syahliza? Maza fa'alti fi Kuala Lumpur? Zahabtu ila al-mahala at-tijariyah wal matahafi al-wastani. al, al, al fi Kuala Lumpur alia wa jamila. Ma'a Hal tazhabin ila uh, al-amakin wal mashgulah? Wa لقد ذهبت مع الأسرتي طبعا الأماكن مزدحمة بالسيارات كثيرة هل ذهبت بالسيارة يا شهلزة؟ نعم أنا ركوب بالسيارة لأنه أسرع وتوفير الوقت أي الفواكه يزرع جدك يا أفيك هو يزرع الفواكه المنوئة مثال الموزو والبنانا والرمبوتان هل كان لجدك مزروعة يا كشفي؟ لا جدي عنده مرأة واسع وتربي كالغنم والبقر. هل هو قريب من المنزل؟ نعم المرأة أمام منزل جدي فقط. ما شاء الله أطلتك ممتعة جدا صحيح لا بد أن تذهبي إلى هناك يمكننا الذهاب إلى قرية أف في عطلة القادمة أنت أيضا عليك تزول في مدينة كوالالمبور لمشاهدة البروش التوأمي؟ طيب نحن سنذهب إلى هناك ولا العاصمة العسيمة ومتقدمة ومنظمة أنا أسيف دوري أن أنا صرف الآن إلى اللقاء لا بأس مع السلامة الله يحفظك وإلى اللقاء